عن نوايا وجهود السلام نتناقش في محور الحلقة الثانية مع ضيفي الأستاذ محمد السمان، وهو الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. ياك الله، أهلا وسهلا يا أستاذ. عزيزي، اليوم لدينا هذا المبعوث الجديد للسلام في اليمن. بين نوايا السلام والجهود الأممية المتكررة، كيف يمكن تقييم ثلاث دورات لمبعوثي الأمم المتحدة للسلام في اليمن خلال عقد من الزمن، وها نحن مع مدخل دورة رابعة ومبعوث جديد؟ في الحقيقة بداية تحية لك أستاذ ولمشاهديك ومتابعيك، ثم نقول في الحقيقة اللائحة الداخلية للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وضحت بجلاء مهمة أي مبعوث في مثل هذه المسارات. مهمة المبعوث الأممي سواء ابتداء كانت بالمبعوث الأممي جمال بن عمر ثم انتهاء بغير فت، وضحت أنه مبعوث أممي لتطبيق قرارات مجلس الأمن، فهو يعني بمثابة جهة تنفيذية أو جهة لابد أن تنفذ وتوضح لمجلس الأمن من الذي سيطبق القرارات ومن الذي ماذا عرقل القرارات. لكن للأسف الشديد يعني كان المبعوث الأممي السابق أو قبله بن جمال بن عمر كانا ينحازان أو يوجهان المسار المبعوث الأممي إلى نظرتهم الخاصة وإلى أجندات خاصة، فلذلك طالت المسألة وطالت جهود السلام وأصبحت يعني إفراغ لمحتوى قرارات مجلس الأمن وكذلك محاولة الحيد عنها. فوجدنا مثلا المبعوث الأممي السابق غيرفت يحاول القفز على قرارات مجلس الأمن ويحاول تفريغ القرار 2216 عن مضمونه وإيجاد إيجاد شرعية أو إيجاد مصوغات قانونية جديدة من أجل خلق اتفاقات جديدة، وإلا الأصل ليست هذه مهمته أن يحيد عن القرارات، مهمته هو أن يكون ميسر لتطبيق القرارات، فيأتي إلى الأطراف باعتباره طرفا مرسلا من جهة أممية من مجلس الأمن، فيقول للطرف الأول أمامك 1 2 3 4 وللطرف الآخر أمامك 1 2 3 4، ثم يكرر المحاولة مرة ومرة وثلاث، ثم يرفع تقريره بكل وضوح وبدون انحياز من الجهة التي ترغب في السلام، من الجهة التي قدمت كل التسهيلات من أجل السلام، ومن الجهة التي تعرقل. لكن غير فت للأسف الشديد يعني وجدناه يتغنى عن السلام ويصيح صوته على السلام لما اقترب الجيش الوطني واقتربت المقاومة الباسلة من ماذا؟ من محافظة الحديدة، تغنى هنا على السلام وتكلم على السلام وستحصل كارثة إنسانية ولا بد ولا بد ولا بد، ولم نسمع صوته عندما تقصف مأرب، عندما تقصف تعز، عندما يشن الحوثي هجماته المتوحشة على المناطق اليمنية وعلى الآملين وعلى ماذا وعلى اليمنيين. عن المبعوث الأممي الجديد للسلام في اليمن هانس جورنبرج، وهو جورنبرج وهو سويدي الجنسية ويمثل الأوروبيين، هل هذا التمثيل من وجهة نظرك فائدة للملف اليمني؟ هل سنجد خروجا عن الرؤية البريطانية إن صح التعبير، أيضا عن التدخل الجديد للأمريكان عن طريق المبعوث الجديد، هل هنالك خروج عن الأربع المسارات أو الأربع النقاط التي أعلنها مارتن جريفيث وحاول معها لقرابة عامين دون فائدة؟ هو بغض النظر عن هذا المبعوث سواء كان هذا الجديد أو كان المبعوث السابق، هو لابد أن يكون موقف الحكومة الشرعية موقفا واضحا وقويا سواء كان هذا المبعوث أو أي مبعوث سيأتي. هناك يعني مسارات لابد أن يعمل عليها هذا المبعوث أو أي مبعوث سيأتي، وهي تطبيق قرارات مجلس الأمن، إرغام الميليشيا الحوثية على تسليم السلاح، وكذلك ماذا تنفيذ القرارات الأممية وتطبيق السلام بقوة السلام. إن أراد المبعوث هذا أن يسير على منوال سابقه وهو غيرفت الذي انحاز انحيازا واضحا وجليا إلى ميليشيا الحوثي وكان يسعى إلى تطبيق أجندات خاصة، وهو ما فهم أنها هذه الأجندات
هي أجندات بريطانية، فنقول يعني لابد على الشرعية أن تتعامل بحزم وبحسم وبقوة وبوضوح جلي مع أي مبعوث. هناك خطوط لابد أن لا يتعداها أي مبعوث، هناك أجندات واضحة للسلام، السلام يريد سلام حقيقي ولا يريد تفريغ لمحتواه. إن أراد أن يتكلم على السلام وأبجديات السلام لابد أن لا يفصل أي مسار من المسارات الواضحة، مثل المسار الإنساني عن المسار العسكري والسياسي كما كان يفعل المبعوث السابق، كان يفصل المسار الإنساني عن المسار العسكري والسياسي، فيأتي يتكلم يقول افتحوا المطارات، افتحوا الموانئ، افتحوا. نعم، هذه جوانب إنسانية، نعم صحيحة. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ نفتحها لمن؟ من يستلم المطار الذي ينظم رحلات دولية وبروتوكولات واضحة وجلية؟ من يستلمه؟ هل تستلمه الدولة أم تستلمه ميليشيات؟ ثم إذا استلمته هذه الميليشيات، يعني معنى ذلك أن تتدفق المجاميع الإرهابية من إيران إلى اليمن؟ فلذلك نقول مسارات السلام واضحة سواء لهذا المبعوث أو لغيره. نحن طبعا نستبشر أن يخرج يعني الأمر عن إلى النظرة الأوروبية الأوسع بدون أن يكون مختزلا في دولة معينة، ونرحب بأي مبعوث سيأتي وليطبق قرارات مجلس الأمن بوضوح. ما عدا ذلك فهو مزيد من العبث ومزيد من تطويل الوقت ومزيد من الاستهلاك، وكما قال ضيفك الكريم هو مزيد من إدارة الصراع حتى ماذا يتعب جميع الأطراف، ثم ينصاغوا إلى سلام هش سيعيدنا إلى ماذا؟ إلى حرب في جولة ستكون ربما الأعنف الذي لا يتمناه أي مواطن. هل سيفترق هانس عن جريفيث كما فعل جريفيث عن إسماعيل ولد الشيخ؟ إسماعيل ولد الشيخ كان وصل في الكويت إلى مسودة يعني نتائج في محطات الحوار، لكن جريفيث جاء وجزأ الملفات كما ذكرت. هل سيعود هانس بآلية جديدة بطريقة جديدة لتفعيل جهود السلام في اليمن؟ وفي الحقيقة نحن لا نريد أن نستبق الأحداث ولا نريد أن نحكم على المبعوث وإلى الآن لم تتضح معالم طريقته، ويعني هل سيسير على نفس سلفه أم سيتخذ مسارا جديدا؟ إلى أن تتضح الصورة يظل عندنا يعني نوع من التفاؤل والأمل أن يكون هناك مسار واضح ومسار يصب في مصلحة تطبيق القرارات الأممية وعلى رأسها القرار الأممي 2216، ومن أجل ماذا؟ أن يردع هذه الميليشيا وألا يدعها في بحبوحة. نعم. ترى نفسها في بحبوحة من الأمر، فلذلك عن أدوارنا الانتهاكات. نعم. عن أدوارنا أستاذ محمد، هل يمكن لليمنيين أن يقدموا شيئا مختلفا بشأن التعامل مع ملف السلام بعيدا عن النوايا التي ظلت نيئة والجهود التي توقفت قبل أن تبدأ، وكيف؟ طبعا هو عن جهودنا ينقسم في عدة مسارات. أولا المسار السياسي الذي تقوم به الحكومة وممثلة في وزارة الخارجية، لمسنا جهودا يعني في الفترة الأخيرة رائعة جدا وينبغي البناء عليها. على المسار الأحزاب والمكونات السياسية والنخب، ولا ينبغي رفع الصوت عاليا بما يسهم في ماذا؟ في أن يعرف هذا المبعوث الجديد أن عليه هناك مسارات واضحة ينبغي عليه أن يسير وفقها وألا يخرج عنها. فيما يتعلق بالمسار الشعبي والمسار العام بالنسبة للناس، ينبغي أن يحصل هناك نوع من الحراك ونوع من رفع الصوت من المجتمع ومن كل النخب المثقفة، أن الناس تنتظر من هذا المبعوث أن يكون يعني أن يسهم إسهاما إيجابيا في تطبيق القرارات، لا أن يميع كما فعل سلفه السابق.